لو تسمح لي كابتن، عاد الينا كابتن محمد تيمومي نجم الكره المغربيه ومنتخب المغرب السابق. كابتن برحب بحضرتك مره تانية، وكنت بسال حضرتك عن تابعت ازاي خساره المغرب ومنتخب المغرب في البطوله، مع انه في البدايه كان الكل بيراهن ان هو اللي هيحصد اللقب للكان هذا العام. تفضل يا كابتن. لا هو كان تميز بالنسبه للمنتخب المغربي لانه وصل نصف نهائي في كاس العالم، هذا هو الميزه الخاصه اللي كانت عند المنتخب المغربي، واللي كان كل شيء كيتوقع انه غادي يوصل للمباراه النهائيه والختاميه باش يمكن يفوز باللقب. ولكن بالنسبه لي انا كيكونوا المنتخبات العربيه كلها اللي كانت مشاركه يعني كانت انتكاسه بالنسبه لهم، لا المنتخب المصري لا المنتخب الجزائري لا المنتخب التونسي لا المنتخب الموريتاني، ما كناش كنتظروا بانه كنا كنتظروا باش يمشيو يعني ابعد حد في هذه البطوله هذه. ولكن النتائج يعني ما كانت مخيبه للامل. خليني اسالك يا كابتن، الخساره هنا هل لازم نحملها لطرف من الاطراف؟ يعني الخروج من البطوله نحمله للجهاز الفني ولا للاعبين، ولا انه الخريطه الافريقيه تغيرت ويمكن المنتخبات العربيه لم تكن جاهزه لهذا التغير؟ لا، كان هو اجتهاد من طرف المنتخبات. الان كتمثل يعني كلها كتشارك بلاعبين محترفين عندهم الخبره ما يكفي انهم يوصلوا ولا يقدموا الاداء اللي شفناه. حنا شفنا منتخبات اللي هي الحمد لله ما اعطت النتيجه المرجوه، لا منتخب كوت ديفوار يرجع من جديد يعني منتخب الارفيسي، منتخب الكابرير، منتخب بوركينا فاسو، منتخب مالي، فهذو منتخبات دائما كيمشيو للاظهار الادوار الاخيره من البطوله. صحيح. وهذا هو اللي كيميزهم وخلاهم باش يقدموا هذه النتائج، لا من ناحيه العروض، لا من ناحيه النتائج. وربما هذا البطوله الافريقيه دائما كتكون يعني كتحمل معها عوامل اللي كتاثر على العطاء والمردوديه لا الفرديه ولا الجماعيه. وهي العامل بالرطوبه اللي كتميز به الساحل الهاش في هذه الفتره هذه. واللي خلى انه جميع المنتخبات تعاني وتعاني بشيء كبير. فهذا هو اللي قلص من العطاء ديال المنتخبات العربيه في هذا التطور هذا. دائما احنا شفنا بعض التصريحات كمان للجهاز الفني بعد الخروج انه المونديال مختلف، مونديال العالم يختلف عن بطوله افريقيا. فرق كبير. نعم. فرق كبير. يعني ولو انه المنتخب المغربي التونسي في كاس العالم، ولكن ما كتعنيش بانه غادي توصل يعني المباراه النهائيه وغتفوز بها. فكتكون معاناه، كيكون تطلب منك نفس طويل، كيكون تطلب منك لقاءات من ناحيه اللياقه البدنيه، بالاضافه للمديرين الفنيين اللي هما كيقدموا يعني التشكيله ولا الشاكله المناسبه واللاعب المناسب الجاهز اللي كيمكن يعطي ويتناسب مع الثقافه الافريقيه. كابتن، هل تؤيد بقاء وليد الرجراجي ولا التغيير هو الحل في المرحله دي برايك؟ والله شوف، هذه مساله يعني خارجه على الاطار ديالي، ولكن غيكون عنده اجتماع في هذا الاسبوع، في طور الاسبوع غادي يكون مع السي فوزي القضاء، وغادي يمكن ياخذوا القرار اللي يمكن يكون مناسب للفريق الوطني المغربي، واش يمكن يستمر، واش يمكن يقدم استقاله، واش هذه مسائل اللي هي ما نعرفوهاش حنا، كتكون خبايا. كابتن تيمومي، انا معايا في الاستوديو كابتن طارق السعيد محلل رياضي، طبعا لاعب منتخب مصر السابق. كابتن لو تحب تواجه كابتن تيمومي. طبعا كابتن تيمومي، تحياتي لحضرتك، وطبعا كابتن تيمومي نجم كبير جدا طبعا في الكره المغربيه، واسمك نار على علم، يعني الناس كلها في مصر تعرف كابتن تيمومي. سؤالي يا كابتن، يعني بخبرات حضرتك الكبيره دي كلها، ليه الجامعه المغربيه ما بتقدرش انها تستغل اسم حضرتك كبير وتبقى موجود دايما مع المنتخبات؟ في الفترة الأخيرة بنسمع أسماء جديدة، لكن كابتن تيمومي اسم كبير، ليه مش متواجد معاهم في الجامعة المغربية؟ لا، هو أنا الآن مثل عضو جامعي، يعني حضور ديالي يبقى في عضو جامعي، كيمكن نرافق المنتخب أو المنتخبات بجميع الأصناف ديالها، ولكن ما كيعنيش بأنه غادي
عندي اقتراحات، عندي استشاره مع المدير الفني، يعني اللي تيكون اللي عنده المسؤوليه تحمل المسؤوليه هو المدير الفني، فوالد الركلابي هو اللي تيكون اسمه، ولكن هذا ما كيعنيش بانه يمكن فوزي القضاء رئيس الجامعه هو اللي يمكن يعمل واحد اللجنه اللي غادي تكون عندها استشاره واللي غادي تقدم اضافات للفريق الوطني في تدعورات في التحقيقات يعني على مستوى تستاهل طبعا يا كابتن، لانك حضرتك نجم كبير واسم كبير ولازم طبعا يستشيره حضرتك في كل الامور المغربيه في كره القدم، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله يا كابتن. الله يخليك. شكرا شكرا ليك يا كابتن محمد التيمومي نجم الكره المغربيه ومنتخب المغرب السابق.